بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أحد رجال الله المطاردين في البحرين المحتلة من قبل آل خليفة وآل سعود، رغم معاناتنا وانعدام المأوى والمطاردات المستمرة، إلا أننا ثابتين ومتمسكين بنهج المقاومة ونهج مقارعة الظلم والجور الخليفي، متأسين بذلك من أبي عبد الله الحسين وأهل البيت عليهم السلام. لا يخفى عليكم يا شعبنا الأبي الصامد الصابر ما نمر به اليوم من تطورات متسارعة في بلدنا الحبيب، فالنظام الخليفي يريد أن يقوم بمكيدة لنا من خلال جرنا للمشاركة فيما يسمى بالانتخابات اللاشرعية. نحن ومن منطلق هيهات منا الذلة ومن منهج أبي عبد الله الحسين نعلن عن مقاطعتنا لهذه الألعوبة المكشوفة كما سبقها من مكائد كثيرة، أبرزها ميثاق العهد. نحن كنا وما زلنا وسنبقى رافضين للتعايش أو التعاون مع العصابة الحاكمة. فيا أحبائي، لا يوجد فرق بين انتخابات 2006 أو 2010 أو 2014 أو 2018، فالنظام لا يمكن أن ينصلح إلا باقتلاعه من جذوره. وهنا نوجه رسالة للجمعيات السياسية أن مقاطعتكم للانتخابات شيء جيد، ولكن ليس بالهدف المطلوب أو بالإنجاز الخارق. فدماء الشهداء واعتقال النساء وهتك الحرمات وهدم مساجد الله هي شيء كبير، ولا يمكن من خلال مقاطعتك للانتخابات فقط أن نوفي حق هؤلاء. نحن مسؤولون عن هذه الأشياء أمام الناس وأمام الله في يوم الحشر. نحن مسؤولون أمام هذه الأشياء أمام الله وأمام الناس في يوم الحشر، فلا بد من أن نعي ونعمل لوجه الله في الوقوف صف واحد ضد المحتل الخليفي برفع راية الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.